شو شوكت؟ شو صار؟ وينو ابني؟ عمي وينو معتز؟ ملاقين خنجره لمعتز بالباقي عند ابو ظافر. شو يعني ملاقيين خنجره؟ يعني هو اللي قتله؟ شو عم تحكي انت سعاد؟ معتز بيقتل؟ ركب لك هاد تعرفيه؟ هلا كنت عنده وسألته ما قتله. هي بس كمان شو جاب خنجر معتز للبيكة؟ شو جابه؟ عمي معتز بيخانق بيقاتل بيدوج بس انه يقتل والله ما عم معتز ايه عملها مع الفرنساوي بس مستحيل يعملها مع ابن بلده مستحيل وظافر والله ما عم صدق حدا متبلي عليه تبلي ايه لك ما في غيرك بس خلونا نهدى بدنا نعرف نفكر مشان اللي خلقكم خلونا نهدى يا بي نروح لعند المحامي يا جولي ايه لازم امير كاس الزبرات الله يرضى عليك روحي على عيني يا بي هاي قدام الحاضرين وبقالية الحارة والحارة كلها ما فلها بتعرف الحكي بتحكي لك يا انت صاحب حق وحقك بين رقبي اذا كان في حق ويا ابو ظافير اللي صار في وراء قصة شرف وهي مو كلمة بالدم وانت سيدنا نعرف شو معنات الشرف الله يرحمه والله دمه غالي وكله غالي ابني أنا بحلف ما غلط فيه صعيت على وصار بيناته نوشي والحارة كلها تعرفت وشهدت وشافت بس أنا بشهد وبحلف معتز ما خطي معتز ما غلط وإذا غلط أنا هدر دمه هاي قدام الكل الظافر صحيح إني أنا غريب عن الحارة بس في شهد الله علي إني عرفت كل واحد واحد أبو عصام وولاده أنت بتعرفون التغيير مو غريمك أبو عصام ولا أولاده الشيء اللي صار مصيبة كبيرة والبلاء جانا من برات الحارة وأنت بتعرف هذا الشيء أخي أبو ظافر نحن جايين لعندك لنقلك عن إذنك شيخي عن إذنك أبو عصام راح أقول لك كلمتين قدام الحاضرين كلهم غريبي راح أعرفه وراح أشرب من دمه إن كان من بيتك ولا من جوا الحارة ولا من براتها وانت دايس بساطي هلا وما راح أقول لك الكلمة اللي بتعرفها صدق يا أبو الهز ليش؟ شو جاب الخنجر عالبايكة؟ من وين لوين؟ مين ورا هالعملة؟ مين؟ عاينا القتيل وحرزنا أداة الجريمة وضبطنا أقوال الشهود وكل شيء جاهز سيدي نعم سيدي المحضر جاهز باحترامي الله معكم سيدي شو يا ست جولي طلعتي على المحضر طلعت عليك لو سمحتي تفضل أخي أبو عصام الداخلية عم يستعجلوا المحضر شو نعمل شو يعني هلا؟ يعني انتو حترحلوا على الداخلية خلاص؟ اي والله مو مشكلة، ان شاء الله هنيك منتحرك فيها أكثر. شلون؟ هاي شغلتي أبو عصام وساق فيني استاذة في أي ملاحظة على المحضر؟ طبيعة الأسئلة للشهود وحتى للمتهم الرئيسي واضح إنه فيها كيدية مقصودة الله يرضى عليك يا استاذة، المهم الأسئلة والإفادات مو قانونية؟ من حيث الشكل قانونية، بس لغة التهديد ما بتخلي الثقة كاملة بالإفادة
ما عم فهم عليكي. مثلا حاولت تتأكد انه في اكثر من سبب لوجود الخنجر بمكان الجريمة، ولا هيك لزقتوا التهمة بشكل مباشر؟ شو معنى هذا الحكي استاذي؟ قولي والله ما عم فهم عليكي. مو مشكلة، بالداخلية بيفهموا علي اكثر. تفضل سيد ابو عصام، نحن هون شغلنا خلص. تشربوا قهوة؟ يكون بعلمك اي ضرب او اكراه او تعذيب للمتهم مشان تصلوا لنتيجة بالتحقيق رح تتحاسب عليه بايدي. استاذي الله يرضى عليك بلا تهديدها، انت مالك قاعد بصلوا نحلقها. تفضل سيد ابو عصام. يلا لا، امتى الترحيل؟ بكره الصبح اكيد، اليوم ما رح يلحقوا. تفضل يا ابي. اتركيني بحالي ابي. روحي 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 خلص روحي. الله يلعن ابو هالحالي على ابو هالحالي. اه يا بنتي اه، ابوك حامل هموم جبال ما بتحمل. بكره بدهم يرحلوا مع تزيان. ارفعي راسك يا سارة، الزعل لا بيقدم ولا بيأخر، ومعتز قبل ما يكون جوزك هو ابني، وانا بعرف شو مخلفة وشو مربي ومالي خايفة عليه. واخرتها يا مرتها، اخرتها رح يظهر الحق لك بنتي. أنا حق هدول الناس ما بيخافوا الله، هدول الناس ما بيفهموا بالحق. هدول خلص سارة خلص، وحدي الله وحدي الله لك سارة، وحدي الله. وإلهي الله بخيلك يا رب، بخيلك يا رب تلطفني يا رب، بخيلك يا رب بخيلك. خلص بقى عمي، الله يرضى عليك. خلص خلص بقى، هذا الشيء عم يصير ما بيسوى هيك. إذا بكرة ما اعتزت بشوفكم هيك حتؤذوه، ما حدا بيطلع من البيت بكرة زي هيك. الله يرضى عليكم، لا تهزونا بدلنا أكثر ما أنه مهزوز. مالي لعقيد؟ ما في داعي اشوف حدا لبسو. رجع لك.